اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده سمك، وخليها سمك النهارده، وبنعيد الحلقه باذن الله تعالى يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره عشان حضراتكم بتحبوا تاكلوا اكله سمك يوم الجمعه. النهارده مع بعض السمك بتاعنا غير تقليدي، واحنا عارفين طبعا الشهر الكريم، كل عام وحضراتكم بخير. ان شاء الله يوم السبت هيبقى طبعا معانا منيو كامل ومعانا مفاجآت كالعاده على شاشه القناه الاولى. النهارده حابب طبعا ان احنا نعمل اكله سمك حلوه كده. عندنا سمكه قاروص عايز اعملها بالشمر، مشويه لطيفه وحلوه، ويبقى الشمر هو مسيطر على الانسجه بتاعه السمكه. هنشوف هنخليها مع بعض ازاي ونشويها ونشيل الراس والزعانف نستفيد بيهم مع شويه شوربه، لان عندي شوربه جميله النهارده، شوربه بلح البحر. بلح البحر ده في السوق انواع، في جندفلي، في عرايس، في بلح البحر. انا جايب بلح بحر النهارده، شكله لطيف وحلو. ده انا بحب قطعه اللحمه اللي جوه دي، ممكن ندخله مع طبق مكرونه يبقى لطيف. انا هعملها شوربه النهارده مع الكرفس والكريمه اللباني، الاطفال هيحبوها. معانا كاليماريا النهارده هعملها سلطه، سلطه الكاليماري بزيت الزيتون مع فلفل الوان كده لطيفه وحلوه، والكاليماري ازاي تستوي وتخش على طبق السلطه. عدل الاكله دي يا عم الشيف شويه عصير حلوين، عصير الليمون بالنعناع، ممكن كوبايه شاي في الخمسينه، ولكن لازم يكون معايا طبق رز على السفره. الرز النهارده مش رز صياديه، رز بالشبت والطماطم، حاجه لطيفه جميله. واحنا عارفين الرز المصري لما بندعمه بشبت بطماطم ببصله حلوه بيبقى له طعم مميز جدا، وخاصه مع اكله سمك. تفاصيل كتير في الحلقه بتاعتي، معلومه غير معلومه، بما ان اكله السمك اكله اساسيه عندنا، ممكن ناكلها مره في الاسبوع في المناسبات، بنصرف عليها بس خلينا نستغل الفرصه ونعملها بتكنيك عالي وخبره طهويه. هنروح فاصل صغير او تروحوا بعيد، تابعوني. تعمل ايه يا عم الشيف؟ بساوي الكاليماريا، الكاليماريا قطعتها. نشوف مقادير الكاليماري اخواننا حبايبنا، مقادير الكاليماري على الشاشه، مقادير الكاليماري اللي بسويها بشوربه السمك. هتعمل سلطه، ده المطبخ. فاكرين الحله اللي فيها الزعانف وديل السمكه وراس السمكه وكل حاجات السمكه حاططها؟ ميه بتاعتها بيضه معايا. عملت صينيه بطاطس بالسمك ماشي، او سمك بالبطاطس ماشي. عملت شوربه سي فود موجوده معايا، شويه بهارات حلوين كده على الكاليماري خلاها تستوي زي الفل. معانا كاليماريا بتستوي مهمه، الكاليماريا دي يا عم الشيف هنعملها سلطه. نخش على السلطه بتاعتنا. اخبار الكاليماري ايه؟ ده المطبخ واقف على النار، ايه النار واحده شغاله، الكاليماري جاهز اهوت. اعمله سلطه دلوقتي حالا، بجيب بوله حلوه زي دي كده، واخد الكاليماري الحلوه دي كده، وانزل طبعا عليها بالخلطه الحلوه، زيت زيتون، مستردة، كاليماري تتاكل بارده، سلطه لطيفه. الطلاينه كمان بيحطها في البيتزا، دي مع فلفله ملونه مع شويه زيت زيتون، عصير ليمون، شويه جرجير يا ويلي. ده معانا اهو. نعم الكاليماري دسم ما فيهوش اي دسامه، ده الكاليماري والسبيت بريء من الدسامه. معايا قرن فلفل حار، معايا فلفله ملونه. انا حبيت اخلي السلطه في الاخر ليه؟ بمزاج بقى، دايما ست البيت والام وفي العزومه الاقي اهتمام بطبق السلطه، اقول الست دي بتحب الضيوف، بتحب تقف في المطبخ الحاجات ديت. ليه يا شيف؟ لان طبق السلطه لوحه فنيه، بتبقى فرصه لكل ام لكل ست بيت تطلع الخبره بتاعتها وفرصتها وحبها للمطبخ. ده تقديري له وتعبيري له يعني. ده جرجير اهو، جرجير مع كاليماري ما اقولكش. تقطع كده طبعا، لازم الكاليماري يبرد شويه. السلطه دي جميله جدا على فكره، الناس اللي بتعمل هيلسي، بتعمل دايت، بتعمل ريجيم، مش عايزين يخش بقى على الزبده اللي انا حاططها في الرز، ولا على الزبده اللي على السمكه الحلوه دي، ولا على الزبده اللي انا حاططها مع شوربه بلح البحر. يخش على الطبق السلطه ده ويسيب السمك ده للي عايز ياكل سمك. وفي احلى من كده، من خلال شاشه التلفزيون المصري، تلفزيون البلد،
بنبلغ التهاني اللي قاعد في محافظة تانية واللي قاعد في بلد تانية من خلال القناة الأولى، بنبدأ نوصل صوتنا وتهنئتنا لكل إيه حبايبنا. بس طبعا رمضان جاي بيلم الحبايب، كل الدنيا تقول لك أنا هنزل أقضي شهر رمضان في مصر. الأجانب والعرب والمصريين المغتربين، إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ الصلاة ناعمة؟ فص توم ناعم؟ السلطة دي أنا بحبها على فكرة، معلقة مستردة، لسه ما خلصتش، عصير ليمون، شيل ده من هنا، اللهم صل على النبي، عصير ليمون، العب، يا سمك، شوية مايونيز، عندنا الخير كله الحمد لله، إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ ونقلب كل ده مع بعضه، أوعى إيه تحط ملح، ليه؟ لأن إحنا حاطين ملح مع سلق الكاليماري، خلي بالك، نعم ممكن، يقولوا لي في الكنترول ينفع نعملها بالجمبري، بالجمبري اللحم تبقى لطيفة، مش بالجامبو، جمبري لحم كده ومكان الكاليماري يخش، وممكن بالصبيت بدل الكاليماري. ايه الفرق بين الكاليماري والصبيت يا مغازي؟ الاثنين واحد، والاثنين طعم واحد، والاثنين لون واحد، بس الاثنين مش شكل واحد. كاليماري فرصته كبيرة شوية يتعمل محشي، بسميه حمام البحر، يعني يتعمل زي الحمام كده محشي يبقى لطيف وحلو. اغرف طبق السلطه ده هنا، نروق الدنيا الاول. شفتوا ازاي لما بيكون الشيف المغازي معاه وقت بيعرف يدلع السفره؟ العب، اللهم صل على النبي. السلطه اللطيفه الحلوه دي كده، ايه الجمال ده يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ هتسيبي الخضار، سوري، هتسيبي الكاليماري وتاكلي الخضار. والسلطه دي نصيحه مني طبعا، ما تحطيش التتبيله بتاعتها الا لما نقعد كلنا على السفره. ليه؟ عشان الخضره بتاعتك دي ما ايه؟ ما تتبلش كده، ما تتبلش هبطانه. السفره ناقصها حاجه يا فاروق؟ بالله عليك. ناقصها ايه؟ صوره حلوه. بجد مش ناقصها اي حاجه، هما شويه الرز، عدل السفره موجودين، الشوربه بتاعتنا موجوده، طبق السلطه كمان موجود. ايا كانت السفره بتاعتك لازم يكون متواجد عليها طبق السلطه الخضراء بتاعتنا، عشان السلطه هي عنوان السفره، وهي اللي بتجمل السفره، وهي اللي بتكمل السفره. وما تنسوش طبعا كمان سلطه الكاليماري الحلوه دي، اللطيفه الحلوه، خاصه للي عامل هيلسي واللي عايز يعمل دايت وملوش في الزبده اللي في الرز ولا اللي في السمك. مطبخنا النهارده اكله سمك، ولما بنقول اكله سمك بيبقى لها فكر تاني ولها رؤيه تاني، وبتتعمل بابداع، عشان بنعيد الحلقه يوم الجمعه، ده اللي اتعودتوه دايما من الشيف المغازي على القناه الاولى. ولكن إن شاء الله بإذن الله تعالى انتظروا مننا المفاجآت في الشهر الكريم. كل عام وحضراتكم بخير، رؤية، فن، إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.